أعضاء مدينة قلقيلية مستمرون معكم في نوافذ نتائج الثانوية العامة ومنازل الأسرى، وهذه الفرحة التي طرقت أبواب عائلاتهم في هذا اليوم. نتواجد الآن في منزل عائلة الأسير عبد السلام إعمر، المعتقل منذ عام 2013 والمحكوم بمؤبد وعشرين عاما. ابنته براءة اليوم اجتازت الثانوية العامة وحصلت على معدل 71.3 في الفرع الأدبي. نتحدث معها ومع عائلتها، والبداية مع براءة. أولا ألف ألف مبارك براءة، خبرينا عن يومك، كيف كان من الصبح؟ يوم مليء بالخوف والتوتر، كان صعب بعض الأشياء، فنتيجة وإحنا نستنى بالنتيجة الخوف مش طبيعي كان، والحمد لله تعب سنين حصدناه في يوم، الحمد لله على كل إشي، وبهدي نجاحي طبعا لوالدي ولعائلتي، وبتمنى الفرج القريب لوالدي. فلا بد من صعوبات واجهتها، إنه والدي كان بالأسر. كيف بيأثر غياب الوالد وتحديدا في حالة الأسر على الطالب التوجيهي؟ كيف بيكون يفكر خلال السنة؟ إنه حيكون في نقص في البيت، شوية دعم. طبعا الوالد له دور أساسي في البيت، ما كان يحكي معي كثير، فلا إنه كان يعطيني دعم، يتصل بعض الأحيان، يشجعني، يدعمني بأمور، الحمد لله والفرحة طبعا. كنتوا تتحدثوا عن مثلا الفترة المقبلة، تخصص الجامعة، كيف نظرة والدك في هالأمور؟ أكيد طبعا تحدثنا بهاي الأشياء، دايما كان يحكي لي دكتورة براءة، وإن شاء الله مش رح أخيب ظنه ورح أوصل لهاي المرحلة، وإن شاء الله خير إن شاء الله. وإن شاء الله المراحل القادمة دراسات عليا ودكتوراه بتوصليها. اسمحي لي أنتقل قليلا لشقيقك وأرجع لك كمان مرة. السيد وسيم الابن الأكبر للأسير عبد السلام إعمر، إذا اليوم العائلة استقبلت فرحة نجاح براءة، ولكن بطريقة لها خصوصية. اليوم أنتوا عائلة لأكثر من أسير، مش بس والد براءة. حدثنا عن هذا الجانب، كيف عشتوا؟ أول شيء برحب فيكم كل موجودين. أنا ابن الأسير عبد السلام أعمر المحكوم مؤبد 20 عام، وابن أخ الأسير نضال أعمر المحكوم مؤبد 20 عام، وابن أخ الأسير نور الدين أعمر المحكوم مؤبد 20 عام، والذي أمضى 55 عام داخل الأسر. طبعا فرحة لا توصف، إنك تدخل على البيت تلاقي بنات عمك، أولاد عمك، عمامك، نسايبك، أولاد خالك، الكل قاعدين بيستنوا في هذه الفرحة. يعني فرحة لا توصف جدا، بس أقسم بالله عادي منها فرحة ناقصة. يعني صح انه الواحد بيحب ينبسة الاخت انها شو اسمه انه بنتائج تخرجها في الثانويه العامه، بس في فرحه ناقصه انه الاب مش موجود، لانه الاب هو الداعم الاساسي في البيت. يعني احنا ابوي انسجن واحنا صغار، يعني احنا صرنا شباب. انت بتخرف عن عمر، انا تقريبا صرت 21 سنه، اختي عمرها 17 سنه، انه يعني نكبر، يعني هو انسجن كنا اطفال، انه مره واحد يكون في السجن، مره واحد نصير شباب. احنا بتضاعف المسؤولية، إنه بنفتقدك في كل إشي، والله العظيم في كل إشي. يعني حتى بنلاقي صح إنه في شعور خنكة، في شعور ضيق، يعني هنا حتى لما ما يتواصل معنا كثير بنحس بغياب، بنحس يعني بالفقدان، بنحس بكل، يعني دائما نحس إنه ناقص كثير في البيت. بس لما يتواصل معنا لو مرة واحدة في الشهر، أقسم بالله العظيم إنه بعطينا شعور، بعطينا يعني قوة لا توصف. يعني الحمد لله، فأنا بتمنى له الحرية ولكل أسرانا البواسل. آمين. إن شاء الله ربنا بيجمع شملكم قريبا. اسمح لي أنتقل لوالدة براءة، مبارك أولا نجاحها. خبرينا عن يومك، أنا رح أسألك عن فرحتك اليوم، عن الأجواء الإيجابية اللي كانت في البيت. أول شيء أهلا وسهلا بكم، بنرحب فيكم إنكم مهتمين بقضية الأسرة، أهلا وسهلا، والحمد لله رب العالمين اللي طعمنا هاي الفرحة. يعني كانت فرحة ناقصة، ليش مش موجود والدها؟ والحمد لله بنهدي هذا النجاح لوالدها، ولو رفعت روسنا ورفعت روس كل العيلة، والحمد لله رب العالمين. خبريني كيف عرفتوا النتيجة بآخر لحظات الواحد بعيشها، بس بده يشوف الاسم. الحمد لله، يعني طول الليل وإحنا نترقب وصاحيين، ومصدقنا ويصير الساعة 9 وحضرنا المؤتمر وطلعت النتيجة، يعني والحمد لله رب العالمين، فرحة لا توصف يعني. شكرا جزيلا. اسمحي لي ارجع مره اخرى لبراءه، اذا نتحدث كمان مره عن لحظه اعلان النتيجه. براءه، مين اللي حكى النتيجه انك ناجحه؟ انا طبعا كنت ماسكه الجوال، اول ما وصلتني الرساله طلعت على المعدل
طبعاً من الفرحة عيطت، الحمد لله تعب سنين حصدته في اليوم ها، والحمد لله على كل شيء، وأنا راضي بمعدلي ورفعت رأس أهلي ورأس والدي، الحمد لله على كل شيء. كانت مقرونة رؤيتك للعلامة على طول بردة فعل الوالد، أكيد يعني إنه لما جبت هالمعدل بدي أرفع رأسه، بدي ينبسط فيي، بدي يشوف أنا شو لا إيش وصلته، وإن شاء الله بوصل لشهادات أعلى وأعلى وبرفع رأسه أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث عن السنة بشكل عام براءة، السنوات الأخيرة في الثانوية العامة كان لها خصوصية لكون الظروف اختلفت، كنا بكورونا طلعنا من كورونا ولكن النظام شوي اختلف، كيف بتقيمي السنة بشكل عام يعني من الدراسة للوصول للامتحانات؟ كانت سنة صعبة لابد منها، لكن الحمد لله تخطيناها، وبتمنى إنه لطلاب السنة الجاي يكون سنة خير عليهم ويكونوا إن شاء الله بخير ومتفائلين أزيد ودعم أكثر طبعا، وما يسمحوا لأي صعوبات توقف أمامهم. من هون إحنا منروح لنصيحة من واقع تجربتك كطالبة ثانوية عامة للتو اجتزت المرحلة، شيء ممكن أنت التزمتي فيه أو حتى ما التزمتي فيه، شو أكثر شيء ممكن يأثر على دراسة طلب التوجيه؟ تجربة كانت صعبة لابد منها، الحمد لله اجتزتها بخير. بحكي لكل طلاب اللي بعده إن شاء الله بتفوقوا وبنجحوا، ادرسوا واتعبوا حالكم أكثر لحتى توصلوا لأنتوا اللي بدكم إياه. موضوع المتابعة قبل الامتحانات، شعرتي بفارق؟ قديش بيعمل فرق لما يكون الطالب بدرس بشكل يومي أو براكم مثلا لوقت الامتحان، مريتي بهذا الشيء؟ أكيد في بعض الامتحانات كانت صعبة، يعني لابد ما بتكفي مثلا 3 أيام يومين، إنه بدها مثلا أكثر، وإن شاء الله اجتزتها بخير وإن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله الفترة القادمة كلها خير، ربنا يوفقك في المراحل الأخرى. شكرا على تواجدكم معنا مبارك مرة أخرى، وإن شاء الله الفرحة القادمة بتكون بلم شمل العائلة. إذن مشاهدينا، هذه قصص الثانوية العامة لا تقتصر فقط على نجاح، بل هي قصص تحد وصمود وأيضا صبر، صبر في المنازل الفلسطينية التي يغيب فيها الأب وركن أساسي من أركان المنزل والعائلة. هذه نهاية النافذة من منزل عائلة الأسير عبد السلام إعمر.